كان أول استراتيجية لي أني أبدأ من جديد أني أكون في أول الكلاس، في أول الفصل عشان أستوعب أكثر. والحمد لله نجحت في الثانوية العامة بتقدير 87.5. طبعاً 87.5 للشباب الآن ترى ما كانت سهلة، يعني زي الآن 97 كانت المدارس قوية جداً. طبعاً كان قدامنا جامعة مكة، جامعة أم القرى، وجامعة جدة. فضلت أني أروح لجدة لأنها يعني بالنسبة للقرية جدة والبحر وجدة كانت حلم أنا حقيقة لي. ركبت سيارتي أنا ومعي زميل علي بن حسين من جيراننا وواحد من عيال عمنا جعفر بن علي، ركبنا سيارة، كان عندي سيارة، وطبعا هذه يمكن أول سيارة أملكها أنا. الوالد اشترى لي لما رحت، طبعا هذه السيارة كانت تتكلم، يعني لف يمين ناطف، ما في بنزين، الباب مفتوح، كانت يعني زي السحر عندنا. ركبنا سيارتنا 240 اللي رحنا على البحر، نمنا على البحر، ما كان عندنا فنادق، ما نعرف فنادق أساسا، أبناء قرية يعني أي مكان تنام فينا. خذنا فراشنا وفرشنا على البحر، كان البحر رطوبة، ما كنا نعرف الرطوبة هذه طال عمرك. نزلنا نبغى نتوضى الفجر، ملح، ما كنا نعرف إن البحر ملح. هذا رحنا على جامعة الملك عبد العزيز،